منتخب الشباب شايف الازمه النهارده ازاي؟ صعب جدا على فكره، حظهم وحش جدا، لكن في تقصير. انت تضرب عندك الفرقه 18 لعيب وعندنا 14 لعيب مره واحده، فين الاجراءات اللي بياخدوها الناس؟ لازم الناس تاخد بالها من نفسها، لازم ما يبقاش في تجمعات كتيره جوه الفرقه، تتمرن وكل واحد في اوضته، لان انت بقالك احنا منتخب كنا بعيد عاملينه بقالنا 3 سنين تقريبا، صح؟ 3 سنين بتقعد تعد وتشتغل عشان اللحظه دي تيجي، اللحظه دي تلاقي عندك الناس كلها يعني او نص الفرقه بتتضرب عندك بالكورونا، ربنا يشفيهم يا رب. موضوع لازم تعرف، لازم يتحمل فيه محاسبه للسبب في الموضوع ده، ان مش طبيعي ان فرقه في معسكر هم الوحيدين اللي جيلهم الاعداد دي كلها، صح؟ وكله بس كلكم قاعدين في نفس الاوتيل 5 فرق، بس هل هم الوحيدين اللي جالهم البتاع الارقام دي ولا في ناس ثانيه؟ مفيش حد جاله الارقام دي كلها، فاكيد في مشكله كانت حصلت او في حاجه بتخلي اللعيبه تقعد مع بعض، يعني في حاجه غلط يعني.